السلام عليكم الناس، كديرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة واموركم كلها بخير. مبروك واشركم، ان شاء الله عيد مبارك عليكم. المهم ان شاء الله هذا الفيديو غادي نديرو فيه شويه ديال المبروك، واخا ما قاده ولكن قلت هكا ضروري ما نشارك معاكم صراحه شويه. العيد اللي فات يعني ما درتش شي حاجه بزاف، ما درتش اصلا يعني مش ديك العيد. العيد قلت هكا شويه كيف راسي شويه، المهم راسي مايضة شوية هكذا نشيطة، نتشارك معاكم شوية ديال البارك وصافي نديرو في هاد العيد، واخا يعني الظروف كاملة لا تساعد، يعني سواء بهاد كورونا أو لا بالحاجة الصحية أو لا، يعني الظروف اللي عند الواحد، ولكن ضروري ما نديرو واحد الجو لراسنا، خصوصا حنا اللي برا المغرب، ضروري ما نديرو واحد الجو، ضروري ما يعني نعلمو وليداتنا أو لا نوري وليداتنا يعني هاد العيد اش كيكون فيه. واخا العيد ماشي ديال الحلوى، العيد ديال اللحم، ولكن ضروري شويه ديال البارك باش نفطروا الصباح. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مهم التحضيرات اولا شي حاجه بسيطه اللي غادي نديرها في العيد، يعني على قد سهله بالنسبه اللي مريضه بحالي ومهلوكه، فهي سهله يعني ما غاديش تاخذ منك حتى 10 دقائق. فاليوم ما ندير معكم حلوى ديال الهلاليات او ديال الجبن، كنت شاركتها معكم شحال من مره، وكاين عاوتاني وقيله غادي نشارك معكم كوكيز او لا ما عرفتش، المهم غنشوف. غادي نشارك معكم داك الشيء بسيط سهل اللي ما غياخذش منك كاع حتى 10 دقائق، غادي ديري في اخر لحظه. صافي هذا الشيء اللي كاين، ما عرفتش واش غادي نشارك معكم شي اخرى ولا لا. المهم غادي نشوف شنو كاين في هذا الفيديو اللي شاركته معكم، قبلوا عليا وصافي وندخلوا هكذا المقادير. المهم الناس بالنسبه للحلوى ديال الجبن فيها 250 غرام ديال الزبدة أو ربع ديال الزبدة، فيها ثلاثة ثلاثة ديال الفرماجة المزلت أو المربع كيلي، وفيها ثلاثة معالق كبار ديال السكر، فيها بيكنج باودر، وفيها صافي واحد رشيشة ديال الملحة والطحين. هادو هما المقادير صافي، يعني ما فيهمش كثرة ديال المهم كثرة المقادير وكثرة ديال الفلوس. أكيد هادشي يكون عندنا الدار، عندنا الزبدة، عندنا السكر، عندنا الفرماج، نوضو نديروها دابا. المهم كما قلت لكم غندير واحد رشيشة ديال الملح، صافي غنخلط كلشي مرة وحدة، غنخلط كلشي على باش غادي نضيف الطحين ديالي. غادي نحتاج سكر بودرة في الأخير. المهم راه شاركتها معكم شحال من مرة، ولكن واحد البنت كانت طلبتها مني في الانستغرام قالت لي بشرى راه ملقيتش وهاديك الحلوة ديال الهلاليات اللي كديري راه ملقيتهاش. المهم قلت نشاركها معكم ونشارك معكم حتى كوكيز، لأنه كوكيز بزاف ديال الناس مكيلقاوش الوصفة ديالو معرفتش علاش. فصافي كنخلط. المهم الزبدة ديالكم البنات كتكون تكون يعني بحرارة الغرفة، فهمتوا؟ يعني ما تكونش هكذا دايره، انا دابا الصح دغيا كذوب. المهم غادي نخلط هذا الشيء، غادي نضيف عليه الطحين ديالي. بالنسبه للبيكنج باودر كديروا كيس ديال البيكنج باودر او ملعقه صغيره ديال البيكنج باودر، جمعوا القفاطه. الله يهلا القفاطه، صراحه راه عندي بنات كيقولوا لي علاش ما كتلبسيش القفاطه، راه عندي انا جوهره، ولكن انا مشكلتي انهم كيبينوا يعني شفافين، فانا ما عنديش هذاك اللي كيتلبس لتحت ما لقيتوش للاسف، وخاصو كل واحد دير غير اللون اللي كيجي معاه، ماشي غير تجي وتلبسيه، لانه الا درتي شي لون ما جاش معاه كيزيد هو عاد باش كيبين لك اشنو لابسه من تحت، ولكن صراحه طلعوا باردين. المهم بنات صافي جمعت العجينة عندي، هاهي كيما كتشوفو هاكا تجيو، ملي كديروها في يديكم هكذا كتلقاوها هكا مجموعة، المهم غير غسلو يديكم باش تعرفو واش جمعت ولا لا. صافي كنديرها هكدا كويرات، كنديرها بحال هكدا بشكل طولي، نتوما غادي ديروها بشكل اللي بغيتو. أنا كتعجبني داك الشكل الهلاليات، كديرها هكدا شكل طولي صافي، كتحطها هكدا كتشكلها شكلها بحال شكل ديال الكعبة بزاف.
كرهتها لا بد. تمام بعد كتدخلو فاش كتدخلو الفران الناس كت على تحت هو الاول دغيا كطيب ما تغفلوش بلا كديرو لتحت هو الاول حتى كتحمر وراه كتنفخ في الفران تبقى تحمر وعاد باش كتشعلو عليها الفوق المهم ردو ليها البال ما تغفلوش عليها. حاجه ثانيه بالنسبه للسكر بودره كتبرد شويه عاد كتفندوها فيه باش ما تدوبش باش داك السكر ما يذوبش عليها. طب المهم انا غنبقى نكملها هكذا غندير كويرات هما الاولين عاد باش غادي نبدا نشكل في الهلاليات باش يجوني كلهم قد قد. كما قلت لكم ما تكبروش الكويرات لانه كتنفخ في الفران كتخرج كمية زوينة يعني هاد الكمية هادي راه كتخرج كمية زوينة خرج لك واحد الطويسة هكدا عامرة المهم ديال داك اليومين ولا ديال ديك تلت ايام ولا ديال داك النهار وصافي قبل ما تطيب اصلا ريحتها زوينة كتعجبني هاد الحلوة صراحة. المهم انا غادي نكمل هاد الشي مهم البنات غادي تشوفوني قلبت النار وقلبت الروتين. المهم اش بغيت نقول لكم جا محمد وقال لي مصور في الحلوه المهم صورت لكم كيفاش جات في الاخر داكشي اللي قال لي مصوره عرفت تعصب عليه والله العظيم قال لي هذا اللي تعمله اللي ضحكني قلت شنو داير انا صبرت دايره شي حاجه انا الايام وليت كندير كنسى قال لي هذيك الحلوه دابا هو ماشي مشكل ماشي عنده يعني معترض على الحلوه وداكشي ما باغينيش نتعب يعني ما باغينيش عارفني شايفني كيفاش كنضل في الدار كنضربها شي معوقه ف نسيت فلي نطفي الموتور الموتور هو ديال الماء فتعصب الصراحه كما قلت لكم قال لي سميتو قال لي متبقاش ديري داكشي علاش غديري داكشي قال لي اي حاجه نشرب بها نهار بعيد وصافي مي انا بغيت ندير غير داك الجو الصراحه بغيت يعني غير واحد يحس شويه المهم داك الجو ديال العيد وصافي ساعه ما بقيتش كملت كنت نريد على الصبح ليا ما بقيتش كملت جمعت قصريتي حطيتها تما والماء داك المقادير ديال داكشي كنت غندير لكم واحد الحلوه زوينه صراحه يا اما كنت غندير لكم كوكيز فصافي كتعفيت غير بهذوك المهم تنغفلو هكدا غدا ولا بعد غدا وندير غير شويه المسمن نخليه في الثلاجه ايوا صافي قلت مني ما غاديش نكمل ما غنكملش المهم هو راه خرج على واش كنهضر معاكم ملي ما غنكملش ما نكملش والله ما ندير واحد تنظيف البشره ونشاركوا معاكم المهم كنت شحال هادي شفت معاكم المهم بلاش غنقول لكم هاد الوجه مسكين كون كان يهضر يعني كره هضر شحال هادي قبل يعني من ايام اللي كندير في العمليه او قبل ما بقيتش درت بيه لانه انا من هذاك الوقت وانا محاكمة فشحال هادي ما بقيتش درت بيه صراحة اخرتي كنغسلو بصابونة عندي واحد صابونة ديال الكبريت زوينة هاد الصابونة ديال الكبريت تا هي البنات عرفتي زوينة كتباع وكتباع نبر رخيصة كدير 12 جنيه مغربية يعني قولي شي 6 دراهم عرفتو واعرة البنات والله العظيم صاحبتي الإماراتية كانت خدات منو وداتو تما كاينة خواتاتها وداتو لواحد صحاباتها وداكشي عرفتو تسقاو عليه كاع كان فيه شي طراس ولا كان فيه بحال داك الكلاف وداكشي حيد لي وولات فين ما تجي كدي بالعرار كنقول ليها قلت لها واحد المرة علاش قالت لي راه وصلني راه حيت داك خواتاتي وداكشي وجيران ديالهم اللي ديت ليهم راه كان فيهم شي طراس وداكشي كحل كتعرفو مع الامارات يعني الشمس وداك الجو ديالها والما ديالها الصعيب وقالت لك حيد ليهم كاع دوك الطراس صافي لقيتها مسكينه واحد النهار ثاني جايبه ليا انا ما
كنغسلش لا قليل فين تنغسل، يا اما بمقشر يا اما كندير لها شي حاجه طبيعيه. ومره ما بقى كنغسل بها وكتحسوا بداك الفرق ديال هاد الصابونه ديال الكبد صراحه غزاله. راه في المغرب عندنا كنت واحد المره شفتها، شفت فين شحال هذيك شي مولا يعقوب، انا امي كنت شفتها ديال الكبريت ديال الزيت العود ديال ديال شحال من حاجه. فالمهم بلا ما نطول عليكم غادي ندير اليوم تنظيف بشره صافي ما بقاش حلوه بلا تنظيف بشره صافي. دابا السي محمد خاصنا نسمع اش غنديروا، تنصالحوا وتعصب. المهم غندير تنظيف بشره، نبرد على وجهي شويه ومن بعد انا باش غادا انا حاطه الماء في الطنجره، حاطه اللي غادي ندير به داك البخار وداك الشيء، عندي هنا الاعشاب. المهم غنوريكم مرحله مرحله باش هكذايا تتم تهلاو في راسكم. المهم اللي شحال هادي ما وجهها ما شافش ماسك ولا شي حاجه تنوض الله الا عيب والله. قول لي دابا علاش مصدعاني كتقول لي حنا مالنا حنايا، تهلاي في راسك وما تهلايش حنا سوقنا. المهم انا بغيت غير نشجعكم، عارفاكم هكذا كتير. المهم كنشجعوا بعضياتنا الصراحه، انا ملي تنشوف شي وحده كدير تنظف البشره ديالها ولا كدير شي حاجه انا كنتشجع. اول حاجه كما قلت لكم غادي نديروا المقشر باش يحل لينا داك الجلد الميت ديال الوجه وباش يقشر لينا الوجه. انا ما عرفت مالي ملي جيت ندير عرفتو كنت كنشوف وجهي في المرايه كيبان ليا ما عرفت كي داير بحال مستغمر. دابا ملي جيت باش ندير هاد الماسك عرفتو كيبان ليا وجهي زوين، كيبان ليا وجهي نقي وزوين وبيض. سبحان الله الشيطان، هذا الشيطان كيقول لي ما تغسليش وجهك. المهم غندير مقشر شنو فيه، فيه القهوه فيه شويه ديال السكر فيه العسل، انا عندي صراحه العسل الاصلي كان جايبو محمد من واحد المزرعه هنايا، وفيه شويه ديال زيت الزيتون. هادو غادا نهضروا عليهم من بعد ملي غندير التقشير، غنهضروا عليهم من بعد لان راه ساهل كما قلت لكم داكشي ساهل ماهل. المهم القهوه الا ما عندكمش القهوه غادي ديروا ماء بالنسبه للسنيده او للسكر، سنيده تكون رقيقه ما ديروش ديك السنيده الحرشه باش ما عاوتاني ما تجرحش لكم وجهكم، ديروا ديك السنيده الرقيقه اولا الملحه يعني وحده فيهم. تقدروا تزيدوا حتى شويه ديال الحامض، بس بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش حساسيه ضد الحامض تزيدوا حتى شويه الحامض الا عندكم حساسيه اولا كيخرج لكم الحبوب ما ديروهش، ديروا غير هذا الشيء وصافي. المهم غدا ندير انا بلاش نديروا هاد اللعيبه واش لا مسوق في طنجه وها راه زعما كاينه صافي نديروا هاد اللعيبه. غادا ندير انا المهم غادي تقشروا الوجه ديالكم، غادي ديروا المهم هذا المقشر هذا الا بقى لكم منه ديروه لايديكم، راه مقشر الايد الا بقى لكم منه ديروه للحمكم راه زوين البنات عرفتي اللحم. الا شي نهار مثلا ما درتوش ما عندكمش الوقت بغيتو ديروا حمام مغربي ولا شي حاجه بحال هكذايا ديروا غير هذا المقشر زوين عرفتي راه كيحيد الوسخ. غنوريكم غير شويه وغادي نمشي نكمل واقيلا في الحمام عزكم الله، اذا شفت شي فيه الروينه بزاف اري مسكين وجهي، وجهي دابا راه فرحان ناشط. شحال هادي ما شحال هادي ما تحط عليه شي ماسك. واش غنديرو؟ المهم نفرحو راسنا شويه بعيد وخا يعني ما كاين عيب ولكن نفرحوا راسنا شويه. انا صراحه ماشي قضيه العيب والله العظيم، انا صراحه يعني حشمت من وجهي. الله يلا حشمت منه نحس بيه كيقول لي نوضي نوضي غسليني وديري لي شي ماسك الله يرحم الوالدين. المهم بدات كديروا هذا كتبقاو تقشروا هكذا تقريبا واحد 4 دقائق 3 دقائق قد ما قشرتو قد ما راه كي ممكن يحيد لكم هاد الجلد الميت. او حاجه اخرى ما قلتوش لكم يعني قبل ما ديروا التقشير الوجه خصو يكون نقي ما فيه لا مكياج لا بوماد لا حتى حاجه، غسلوه بصابونه يا اما تمسحوه هكذا مسحوه مزيان. المهم الناس بعد ما غسلت وجهي عرفتي والله العظيم غير هذا المقشر الا كيبقى لي الوجه مزيان
غسلت وجهي من المقشر صافي. وغدا دابا غدا ندير هذا التنظيف ديال البشره. بالنسبه للتنظيف ديال البشره غادي نوريكم هاد الاعشاب اللي كنستعملهم. هنايا درت اي اعشاب عندكم، اي اعشاب يعني ورقيه عندكم غادي ديروها. شوف هنا عندي الفليو، عندي النعناع، عندي البابونج، شوها عندي البابونج، وعندي كيسميو هذا بحال اللويزه او العبدي او شي حاجه اللي عندي في برا في داك المحبق. وعندي هنا الورد، عندي الورد، وعندي هنايا الشاي، الشاي الاسود، باش غادي نديرو حتى هوايا لانه الشاي الاسود كنعرفو زوين الوجه. ومن بعد ما غاديش نرميهم هاد بالنسبه ديال الشاي ما غنرميهمش، غنحيدو ما نحطهم على عينيه كيفاش كيحيدو داك المهم داك التعب ديال اللي كيكون تحت العينين بالهالات السوداء وداك الشيء. فصافي هاد الشيء اللي عندي انا. نتوما عندكم الميرانيه او السلميه ديروها، عندكم شويه النعناع، عندكم الزعتر، اكيد هادشي راه كلشي عندنا في الدار، شويه سميتو الورد، البابونج، هادشي عندكم غادي ديروه. المهم انا هنا عندي الطنجره ديالي هادي كتخلي غادي نوريكم. شو عندي الطنجره ديالي هادي كتخلي غادي نلوح فيها هاد الاعشاب هادي، وغادا نخليها غير تغلى واحد شويه. غادي نمشي نجيب واحد الفوطه باش غادا نغطي بها الوجه ديالي. كما كتشوفوا ها هو طالع داك البخار، كتجيبو هادي كتغطيو بها راسكم مزيان باش يدخل لكم داك المهم داك الدخان. غادا نبعد هاد الماسك شويه، كتغطيو غدخلو راسكم بحال هكدايا باش حتى الا كان عندكم في داركم البرد ولا شي حاجه المهم نيوفكم كيتحلوا كتنظف بحال دوك هاد الشعاب الهوائيه. فصافي دابا غادا ننزل راسي، نخلي تقريبا واحد 10 دقائق 5 دقائق بحال هكدا، ومن بعد يعني تنحس بوجهي عرق مزيان، يعني عرق ولا كله ما صافي ديك الساعه كده باش غادا نطلع. يلا صباح على خير. المهم النت ما غادي تكملو، انا ما قدرتش نكمل الصراحه لانه سخون بزاف بحال داخل الحمام داك السخون ما قدرتش نكمل. المهم نتوما غادي تكملو، راه شفتو كيفاش عراك تبارك الله. المهم في هاد المرحله البنات غادي تكملو في هاد المرحله، غادي تبداو تحيدو ملي غديرو هاد المهم ملي غديرو هاد سميتو هاد التنظيف اولا هاد البخار، غادي تبداو تحيدو هاد لي بوات هادو هنايا، حيدو غير بايديكم الا عندكم ديك الالة اللي كتحيد حيدو بها غير من هنا وتحيدو تا لهنا الا كان عندكم. كنديرو غير هكدايا صافي، كتبداو تحيدو كتحب تحيدو بكلينيكس ولا كتحيدو شي حاجة المهم راه كيطلع. انا الصراحة هادي الحاجة الوحيدة اللي كنحيدها في وجهي هادو، ما كنخليهمش بزاف فين ما كندوش ولا شي حاجة كنحيدهم صافي. كتحيدو الا عندكم دوك لي بوان نواغ هنا ولا هنا ولا هنا كتحيدوهم. كاينين دوك الالات بحال دوك الالات اللي بحال كيمصو داك دوك هاد سميتو البقع السوداء اللي كتكون هنا صافي. تبارك عليك او زوينه بالصراحه، هذه واحد يحط فيها رجليه هذا والله العظيم. نخلي تا من بعد. المهم كما قلت لكم كتحيدوا هاد البوان نوار. المهم دابا انا غنمشي للمرايه غادي نحيدهم في الماكينه، ومن بعد غادي نرجع معاكم باش غادي نديروا الماسك ديالنا. ها هو الماسك، بالنسبه للماسك ديالنا المهم باش تجهزوا معايا. الماسك ديالنا فيه حليب بودره، فيه الرز، وفيه العسل، العسل الاصلي او العسل الابيض، وغادي ندير معاه شويه ديال الزبادي. المهم تسناوني غنمشي نحيد هادشي وغادي نرجع لكم. الناس مشيت حيدت هاد لي بوانت هادو ديال اللي كيكونوا هنا في الليف، شوفوا العقده. المهم ما علينا، حيدت هاد لي بوانت صافي. دابا غادي نخلط الماسك كما قلت لكم. ماسك اللي غادي ندير فيه الحليب بودره، الرز مطحون، العسل، وشويه ديال الزبادي.
اشبه البنات اروع ماسك ممكن ديروا صراحه هو ديال الحمص. ديال الحمص خطير، ديال الحمص زوين. الا عندكم الحمص مطحون او لا عندكم الفول مطحون زوين، هذا اعتمدوا. ديروا غير مع الزيت شويه ديال الزبده وشويه ديال العسل، اولا شويه ديال الدانوبس وشويه ديال العسل، صافي وديروا لوجيكم مع الفطوره. كيحيد كاع داك كيحيد كاع هاد البقع السوداء الكلاف، المهم هذاك الشيء كيفاش كيحيدو. دابا غادي ندير شويه ديال الدانوبس سوس، مبينوش هاد الماء ديال الدانوبس سوس. غادي ندير واحد شويه، غادي نديرو وجهي غنخليه واحد 20 دقيقة بحال هكداك. غادا نمشي نرتاح ليا، غادا نخليه واحد 20 دقيقة. علاش العاشقة؟ علاش العاشقة غضيع لينا الماسك؟ علاش؟ علاش العاشقة؟ بصبرنا تا الروز راه زوين، عرفت الروز مطحون زوين، وداك التومة كنشاركت معاكم شحال هادي التونر ديال الروز اللي هو الماء ديال الروز، زوين للشعر وزوين حتى للوجه. كتجيب الروز يعني الروز العادي المصري ولا داك الروز المهرس اللي كنديرو حنا في الحوت كواري، كتجيبو كترقدو كتخليو 24 ساعة وكتاخدو الماء ديالو كتحركو. قبل ما تاخدو داك الماء ديالو كتحركو وكديرو في واحد الرشاشة كتبقاو ترشو بحال شكل كترشو المورد، فهمتو؟ كتخليو في التلاجة ياخد من يومين حتى 3 أيام في التلاجة، كتخلي في الثلاجه كتبقى ترشو يوميا، كتبقى ترشو على وجهكم 2-3 مرات صافي. المهم ها هو الماسك عندي جاهز، غادا نديرو ريحتو زوينه بحال سيريلاك. شي وحده. المهم غادا نديرو، غادا نخلي واحد 20 دقيقه، غادا ندير هادوك الساشيات ديال الاتاي على عينيه، اولا ديرو غير خيار الا عندكم خيار، واحد الخيار عاوتاني باش عينيكم حتى هي ترتاح، يعني ماشي وجهكم المهم يبان فيه الماسك ويبان فيها التنظيف وعينيكم يبقى تحت منها كحل. صراحه ما نكذبش عليكم البنات، عرفتوا بين وبين الصالون شهور وشهور. قبل اصلا ما تبان هاد كورونا ما كنتش كنمشي، وعاد باش ملي بانت كورونا صافي وليت كنخاف، بغيت نمشي ولكن انا لا مشيت غادي نمشي لهم واقيلا بالماسكة في الصالون كله الكحول. وصراحة هاد الأيام كندير غير عندي واحد واحد لابارا كتحيد الشعر، هاديك هي اللي كندير كنحيد بين الشعر من هنا ومن هنا ومن هنا وصافي. أما واحد حجباني راه هما يخلقوه صافي. المهم غادي ندير هاد الماسك كيما قلتلكم، غنخليه واحد 20 دقيقة. البركة واعر والله العظيم، نخليه هاد 20 دقيقة حتى نص ساعة، خليه حتى ينشف مزيان صافي. وعاد باش غسلوه، غسلوه وتترشو الما ورد، أنا معندي صراحة الما ورد. غادي ندير غير واحد المرطب. المهم غزالات ديالي غسلت وجهي من داك الماسك، عجب كنحس بواحد الراحة. والله خاصنا غير شي حمام مغربي، ولكن الصراحة كان كنخاف ندخل ونطول ونسى راسي، فكان المهم كندير غير داك ديك التحليمه ديال بالزربه بالزربه. فالمهم البنات شوفوا وجهي النتيجه ديالو، عرفتو كيولي رطاب داك المقشر وداك البخار اللي درنا عليه حتى المص. المهم اللي فيها العكس نوض تهلا هكذا في وجهي ديالي، ماشي حيت العيد ولا شي حاجه، المهم غير تهلا في وجهي هكا وصافي. وهادشي اللي كاين البنات في الفيديو ديال اليوم. المهم سمحوا لي على العطب التقني اللي حصل اليوم، كانوا غيكونوا حلوات ولكن خرجنا غير بحليبه وحيده. ما بغيتش صراحه، المهم ما بغيتش محمد تقلق مني هكذايا، فصافي هادشي اللي كاين. حتى هادي منفعه، يعني حتى هاد التنظيف ديال البشره منفعه. يلا ان شاء الله يكون هذا فيديو خفيف ضرب عليكم، ان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر يمكن تحضيرات ديال العيد اولا غنشوف ان شاء الله. المهم ما تنساوش تخلوا لي لايك، تخلوا لي تعليق ديالكم، وتعملوا بارطاج للقناه، وتحاولوا هكذايا تدعموني باش نوصلوا ان شاء الله ل 100 ألف، يعني قريب احنا نوصلوا لها ان شاء الله، ولكن ان شاء الله بكم غادي نوصلوا لها. نقول لكم شكرا لكم، شكرا لاي وحده كتخلي لي هذه الهوا، وحتى انا من هنايا كندعي معكم دائما من القلب الخالص والله العظيم. يلا باي باي عليكم.